السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كرة البلد. كرة البلد في كل بيت في البلد. في هذه الحلقة يطوف بكم كرة البلد في هذه الحلقة بكل الملاعب المصرية من الدوري المصري إلى القسم الثاني واستعدادات القسم الثالث واستئناف مسابقة القسم الرابع. حلقة يعني مليئة بالمفاجآت، مليئة بالحصريات، فيها كل ما هو جديد وكل ما هو حصري، بالإضافة للتقارير الرياضية والمداخلات الهاتفية. والجزء الثاني من هذه الحلقة مع فقرة الضيوف. أولى فقراتنا في هذا البرنامج، برنامج كرة البلد، الأخبار. أولى الأخبار معانا النهاردة: الترسانة يطالب الجبلاية بتأجيل مباراة الأهلي بالكاس. أكد شاكر عبد الفتاح المدير الفني للترسانة أن مسؤولو النادي الترسانة قد تقدموا بطلب رسمي لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، يطالبون بتأجيل مباراتهم أمام الأهلي في دور 16 من كأس مصر، والتي كان مقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل بسبب حالة الإجهاد والإصابات التي ضربت الشواكيش خلال الفترة الماضية بعدما خاضوا مباراتين في دور القسم الثاني. وتأكد هبوط فريق الترسانة لدور القسم الثالث بعد التعادل المخيب للأمال في لقائهم الأخير أمام الزرقاء 1-1 بملعب حسن الشاذلي، وتوقف رصيدهم عند 16 نقطة في المركز قبل الأخير في المجموعة الثانية، مجموعة القاهرة. تاني خبر معانا النهاردة: طلائع الجيش أغلق الجهاز أغلق طلائع الجيش يغلق صفحة الإسماعيلي، وتأكد الاستعداد لمواجهة زعيم الصغر. أغلق الجهاز الفني لطلائع الجيش بقيادة الكابتن عبد الحميد بسيوني صفحة مباراة الإسماعيلي التي أقيمت أمس وانتهت بفوز الإسماعيلي 1-0، ومن المقرر أن يبدأ الطلائع الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 5:30 مساء في الجولة 31 من مسابقة الدوري المصري. ويحتل فريق طلائع الجيش في المركز التاسع برصيد 34 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي في المركز الثاني عشر بنفس رصيد من النقاط 34 نقطة. وهناك أربع أندية مشتركة ب 34 نقطة، هي أندية طلائع الجيش وأسوان والإنتاج الحربي والإسماعيلي. ثالث الأخبار معانا النهاردة: اتحاد الكرة يتعهد بالفيفا بتفادي ملاحظات تطبيق قانون أو تقنية الفيديو. تعهد اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم التابع للفيفا بتفادي الملاحظات التي أرسلها الأخير على تطبيق تقنية الفيديو في مصر، ومنها التأخر في اتخاذ القرار من جانب الحكام بجانب كثرة حديثهم عبر السماعات لطول الوقت، كذلك قلة الكاميرات وعدم وضوح زوايا التصوير. رابع الأخبار معانا النهاردة: الأهلي يكثف مفاوضاته مع المقصة بعد الحصول على توقيع محمد إبراهيم. كثف النادي الأهلي مفاوضاته خلال الساعات الماضية مع نظيره المقصة للوصول إلى اتفاق مالي بخصوص صفقة اللاعب محمد إبراهيم صانع ألعاب نادي المقصة بداية من الموسم القادم. وقد حصل مسؤول الأهلي على توقيع محمد إبراهيم، وتم إدراجه ضمن القائمة لاعبي الفئة الأولى، وسيتم تقديره بشكل جيد ومساواته بنجوم الفريق أمثال حسين الشحات وكهربا ومروان محسن، بحيث يصل راتبه السنوي إلى 8 مليون جنيه. ويوجد في الفئة الأولى الممتازة كل من محمد الشناوي ووليد سليمان فقط الذين يحصلون على 11 مليون جنيه في السنة.
فاركو والمحلة يهزمان دمنهور وبوقير ويواصل تصدرهم للمجموعة الثالثة بالمظاليم. حافظ فاركو وغزل المحلة على حظوظهم نحو الصعود لدور الأضواء بعد فوزهم أمس. نجح فاركو بقيادة الدكتور أحمد عاشور في تحقيق فوز غال وثمين على دمنهور بهدفين مقابل هدف واحد، ليرتفع رصيد فاركو إلى 38 نقطة في صدارة المجموعة، بينما توقف رصيد دمنهور عند 33 نقطة في المركز الثالث. ونجح أيضا فريق أبو غزل المحلة بالفوز على أبو قير للأسمدة بهدف مقابل لا شيء، أحرزه اللاعب محمود صلاح، ليرتفع رصيد غزل المحلة أيضا إلى 38 نقطة ينافس فرقه على صدارة المجموعة. ويقود غزل المحلة الكابتن خالد عيد، بينما يقود فريق أبو قير للأسمدة الكابتن أحمد الكاس. يتجمد رصيد أبو قير للأسمدة عند 29 نقطة في المركز السادس. بعد كده الفقرة بتاعتنا اللي في هذا البرنامج، برنامج كرة البلد، صورة وتعليق. أولى الصور موجودة النهاردة معانا، قلق وتوتر على أحد مشجعي غزل المحلة، شايفين حضراتكم في الصورة، قلق وتوتر على أحد مشاهدي غزل المحلة أثناء مباراة الأولمبي والتي انتهت بفوز غزل المحلة بهدف مقابل لا شيء، أحرزه اللاعب محمود صلاح لاعب ديكيرنس السابق. يعني حضراتكم متابعين معانا صورة، يعني هذا الرجل من غزل المحلة بيترقب يعني المباراة اللي أقيمت بالأمس، ترقب أيضا. في معانا صورة تانية النهاردة، بكاء وانهيار من لاعبي دمنهور عقب الخسارة أمام فاركو بعد ضياع أمل الصعود لدوري الممتاز. بكده أعزائي المشاهدين يكون الجزء الأول لفقرة الأخبار وصورة وتعليق. نخرج فاصل لنشوف مع حضراتكم تقرير مباراة ديكيرنس والرجاء، وبنشكر الزملاء محمود خالد مراسلنا وأيضا صلاح الزغبي على التصوير والعرب الأشمون على التعليق، ونرجع لحضراتكم مرة تانية. ابراهيم سليمان كره قدم حلوه، ضرب الاوفسايد، محمد جمعه، يلا يا جمعه، جمعه والتسديده حلوه، الكوره جوه الجول، وجوه الجول، والهدف الاول الجميل، هدف الاول الرائع، واستلام تحت ضغط يا ولد يا لعيب. مشجعي ديكيرنس، الضربه الركنيه، ابراهيم سليمان، والضربه يا ولد يا ولد يا ولد، سجلها سجلها، والهدف الثاني الجميل، هدف ثاني رائع، الارتقاء العالي يا ولد يا ولد يا ولد. بيلعب الكوره خطيره خطيره خطيره، وحاسب حاسب، لكن على طول ضرب الجزاء ضرب الجزاء. ابراهيم رخى على التنفيذ، ابراهيم وفي منتصف المرمى، وهدف اول للرجاء. تروح الكوره خالد بسيوني، خالد بسيوني بيلعب العرضيه خطيره 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 وجوه الجون، خطيره خطيره وجوه الجون، والارتقاء العالي. مرحب بيكم. طبعا الحمد لله على النتيجه، مع اني كنت الاقرب الشوط الثاني الحمد لله على من المكسب. الشوط الاولاني كانت الفرقه خارج نطاق الخدمه تماما، فريق ديكيرنس فرقه هايله طبعا، فرقه هايله، وكان حافز لينا ان احنا فوقينا هم بالبونات 3 بونت. كلمت لعيبتي، انا متفق مع لعيبتي، الاداره محملاني مسؤوليه ان انا افنش الموسم بشكل كويس يليق بنادي الرجاء. فهمت لعيبتي. الشوط الثاني عملت دخلنا انا وجهازي بتغييرات ما بين الشوطين، والتغيير المبكر بقول للاوراني الحمد لله على السلامه، ان شاء الله ما فيهوش حاجه ان شاء الله. دربكوا الفرقه، التغييرات بدري الحمد لله، تمسكنا الشوط الثاني، رجعنا بقوه وكنا اقرب ان احنا نكسب، بس الحمد لله على النتيجه والحمد لله. وشكرت لعيبتي على اداء الشوط الثاني الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الاول على الاداء وعلى البونت دوت. فرقه كبيره زي ديكيرنس بنلعب في ارضها، فرقه محترمه معاها جهاز فني محترم، ادوا الشوط الاولاني وجابوا جونين، والحمد لله يعني بتغيرات الكابتن رضا نزلنا الشوط الثاني بحماس جديد، قلنا نقدر نتعادل، انت زي ما انت عارف كره قدم مع صفاره الحكم وكده، فان شاء الله الحمد لله ربنا كرمنا يعني بجون وقدرنا نتعادل، ما قدرناش نجيب المكسب وكده، واديك يعني الحمد لله ماتش
بونت كويس برضو من فرقه كبيره زي كيرنس. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحمد لله الماتش يعني كنا بادئين كويس في اول ربع ساعه، بعد كده اتخطفنا بجونين كده وكانش الاداء مش تمام. يعني دخلنا بين الشوطين الكابتن رضا يعني ادانا دش جامد وكده، واحنا حسينا كلاعيبه ان احنا مقصرين كلنا في الملعب، فلعبنا الشوط الثاني بروح والحمد لله قدرنا ان احنا نرجع في الماتش وتعادلنا الحمد لله 2-2. يعني طبعا الحمد لله على النتيجه، قدر الله ما شاء فعل. زي ما حضرتك قلت بالظبط، احنا مسيطرين تقريبا على الشوط الاول كله، مضيعين فرص. جه علينا فرصتين قبل ما احنا نجيب الاهداف بتاعتنا، بس الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا يعني نجيب هدفين، فرقنا بيهم وطلعنا بيهم الشوط الاول كسبانين. طبعا الشوط الثاني الماتش اتحول، احنا عندنا اخطاء من يعني اخطاء من اللعيبه بتاعتنا، رغم ان الكابتن حذرهم. يعني الكابتن بين الشوطين حذرهم، قال لهم ان هم بيلعبوا على لعبه معينه، على الراجل اللي هو وائل فراج اللي هو جاب الجون، انت فاهم، وقال لهم اللعبه دي وكذا، وهو شرح يعني اللي هيحصل بالظبط. فطبعا انت عارف حضرتك الكوره اخطاء، ان الجون بتيجي عن طريق الاخطاء، احنا اخطانا يعني خلاص، عارف ان هو انت اخطات فنتيجه خطاك ان انت تعادلت والماتش اتحول. يعني ما انت راكب الماتش وطلع 2-0 والدنيا كويسه ونازل الشوط الثاني معنوياتك مرتفعه، وهو تقريبا نازل الشوط الثاني فاتح خطوطه كلها، قام جايب فينا جون، الجون الثاني بعدها باربع دقائق، خلاص انت بقيت انت يعني ايه، انت اللي فتحت، انت عاوز تكسب، انت مش بتلعب عشان تتعادل، احنا بنلعب عشان ناخد 3 بونت، فانت اللي فتحت، ولا قدر الله في هجمه مرتده في ضربه ثابته كان ممكن يخش في الجون الثاني. بس الحمد لله طبعا على النتيجه، الحمد لله ربنا كرمنا وطلعنا متعدين يعني، وان شاء الله في الماتشات اللي جايه نصلح اخطائنا ونقدر نصلح اللي حصل يعني ان شاء الله. طبعا كنا نتمنى الفوز بيحطنا في وضع تاني وبيزود طموحنا وبيزود اماننا، لكن الحمد لله هي دي كره القدم وهي دي متعه كره القدم. ممكن تفوز على فرق قويه جدا في الخارج، وممكن فرق تتعادل معاك. طبعا فريق الرجاء فريق محترم وفريق قوي، والماتش كان سجال يعني. الشوط الاولاني احنا تسايدناه وضيعنا فرص كان ممكن تقضي على امالهم من البدايه يعني، وطبعا هم اجادوا في الشوط الثاني وكان عندهم الحماس وتوفقوا في البلانتي، وطبعا البلانتي ادالهم باور كبير والحمد لله. يعني الماتش 2-2 اعتقد انه عادل يعني، وكنا نتمنى طبعا ان الرجاله تكمل على نفس الباور اللي عملوه في الشوط الاولاني. فرصه كانت عاليه جدا وكانت في ايدينا، وانا كنت بعتقد ان لو الناس ركزت اكتر كان ممكن الماتش يخلص بنتيجه مختلفه. توفيق الناس في البلانتي اللي جاي طبعا او ضربه الجزاء، بالاضافه لحماس لاعبي الرجاء في الشوط الثاني والتحدي اللي كان عندهم، صراحه احييهم عليه واحيي فريق الرجاء يعني. اعتقد ان ادى فرص اكتر، ولكن في الاخر الحمد لله يعني هي دي الكوره زي ما اتفقنا. رجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين الكرام، ومعنا الحصريات، كل ما هو جديد وكل ما هو حصري حصريا لكرة البلد. المقاولون العرب يتقدم على اف سي مصر بخمسة أهداف مقابل لا شيء، وإحنا بنلعب حاليا في الدقيقة 52 من الشوط الثاني. حصريا كده يعني خبر من الدوري المصري، المقاولون العرب يحقق المفاجأة ويتقدم على اف سي مصر بخماسية مقابل لا شيء، وإحنا بنلعب في الشوط الثاني في الدقيقة 51 من عمر هذا اللقاء. معانا فقرة الضيوف أعزائي المشاهدين في كرة البلد في هذه الحلقة، معانا مدير فني قدير يجيد التعامل مع اللاعبين، هادئ الطباع على خلق، أخذ العديد من الدورات التدريبية لإثقال موهبته في التدريب. سفيرنا في التدريب في الخارج هو المدير الفني النادي أبها السعودي، وأيضا المدير الفني لنادي الشرقية ونادي الزرقاء والعديد من الأندية المصرية. معانا ومعاكم النهاردة كابتن محمد إسماعيل، أهلا بك يا كابتن. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ محمد، سعيد أن أنا موجود مع حضرتك والكابتن محمد شهودي. إن شاء الله تبقى حلقة مميزة إن شاء الله. منورنا ومشرفنا يا كابتن محمد دايما. الشرف لي يا كابتن، سعيد بوجودي مع حضرتك. معانا يعني أخذ التدريب هواية ثم احتراف، أبدع وأخرج نجوم كبار في كرة القدم، يجيد إثقال الموهبة عند اللاعب وتحفيظ واجبات مركزه. معانا ومعاكم النهاردة الكابتن محمد شهودي المدرب العام لنادي مياه الدقالية. أهلا بك يا محمد. أهلا بك يا كابتن محمد. سعيد جدا بوجودي مع حضرتك، وطبعا الكابتن الكبير كابتن محمد إسماعيل طبعا قدوتنا كلنا، وربنا يوفقه يا رب ان شاء الله. كابتن محمد اسماعيل، بعد عودتك من ابها السعودي بعد الظروف اللي مرت هناك بالنسبه
لحالات كورونا ورجوعك مرة تانية، وانت ليك باع كبير جدا جدا في التدريب في السعودية، وأيضا دربت العديد من الأندية المصرية. يعني ايه الفرق بين التدريب في مصر والتدريب في السعودية؟ طبعا في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا في فروق كبيرة، أولها جزئية الإدارة والتنظيم. يعني نقدر نقول دلوقتي ان الدوري السعودي بالنسبة للدرجات المختلفة، الدوري الممتاز والدرجة الأولى والدرجة الثانية، الدوري انتهى عقب جائحة كورونا. تقريبا المسابقات كانت توقفت يوم 12 مارس، ببداية شهر 5 هم بدأوا يحطوا مواعيد لعودة النشاط واستئناف النشاط بالنسبة للدوري الممتاز والدرجة الأولى والدرجة الثانية، وقالوا الشروط والضوابط اللي هتحكمها، والمباريات هتبدأ يوم كذا، هتنتهي يوم كذا، الدوري الجديد هيبتدي يوم كذا. دي طبعا أمور كلها أمور تنظيمية ودور وأمور بالاتحاد السعودي لكرة القدم. يعني هو المسؤول الكابتن تركي السلطان والكابتن بندر الأحمدي، يعني ليهم كل التحية والتقدير، قدروا ان هم يحطوا زي خريطة او روشتة سريعة كده لعودة النشاط والاستئناف النشاط والمواعيد والبداية امتى والانتهاء امتى وبداية الموسم الجديد امتى. طبعا الامور دي احنا مش عندنا في مصر، احنا لسه عندنا في مصر حتى وقتنا هذا يمكن هنبدأ في كمان ايام في شهر 10. الدوري الممتاز لم ينتهي، دوري الدرجة الاولى يتبقى فيه 3 اسابيع، دوري اللي هو الممتاز به، دوري الدرجة الثالثة يتبقى هيبدأ 10 اكتوبر هيبدأ 10 اكتوبر، والدرجة الرابعة ترقي الدرجة الرابعة يبدأ مع اول اكتوبر ان شاء الله. فبالتالي مش هتقدر تبدأ الموسم الجديد، يعني هتخلص الكلام ده بنهاية شهر 10، هيبقى مثلا في فرصة راحة او يعني استعادة التقاط الانفاس مش اقل من اسبوعين، يعني هتبدأ في نص 11. طبعا ده هيبقى ميعاد متأخر قوي، وخصوصا ان انا لما ابدا الدوري بتاعي او بدايه المنافسه بتاعتي في نص 11 او في نهايه نوفمبر هيبقى الفتره ضيقه جدا، وخصوصا ان احنا برضو لحد النهارده ما نعرفش الدوري الممتاز هيبقى كام فريق، الدوري الممتاز بيه هيبقى كام فريق، عمليه الصعود عمليه الهبوط، اللجنه الخماسيه ما حددتش الكلام ده كله، واللجنه الفنيه في الاتحاد المصري برضو ما حددتش الكلام ده كله، والانديه حتى ما زالت في حيره حتى الان يا كابتن محمد. يعني الانديه كل رؤساء الانديه واللعيبه مش عارفين السنة هتنتهي على أي شكل، هيبقى نفس شروط المسابقة ولا هناك اختلاف تانية، اختلاف تاني علشان الظروف اللي مرت بها الدولة في الصعود والهبوط. من الواضح أستاذ محمد إن في وعود من الاتحاد المصري بالنسبة لرؤساء الأندية، وعود شفوية، لأن رؤساء الأندية في بعض المشاكل في بعض الأندية. يعني طب نستأذن حضرتك نخرج فاصل ونرجع لحضرتك مرة تانية. اتفضل. رجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين الكرام في كرة البلد، كرة البلد في كل بيت في البلد، ومعانا يعني ضيفين من العيار الثقيل، الكابتن محمد إسماعيل المدير الفني لنادي أبا السعودي، والمدير الفني السابق لأندية الزرقاء والشرقية والعديد من الأندية. أهلا بك يا كابتن. أهلا وسهلا بحضرتك. ومعانا الكابتن محمد شودي المدرب العام لفريق مياه الدقالية. كابتن محمد شودي، يعني بداياتك في التدريب كده تمام، اللي يشوفك يقول عليك صغير لكن انت بقالك عمر في التدريب. الله يكرمك. الحمد لله. عاوزين نعرف بداياتك كده. بداياتك في بن عبيد، انا اولا تربيه رياضيه تخصص تدريب كره قدم، اشتغلت في التربيه رياضيه تقريبا دي السنه 13 ليا في التدريب. تمام. فبدات الحمد لله بدري، وطبعا ما كنت ماسك فرقه في بن عبيد مواليد 93، الحمد لله حققت نجاحات كويسه منهم دلوقتي 6 أو 7 بيلعبوا في الدوري الممتاز، فالحمد لله ربنا كرمني. طبعا الكلام ده كله بقى اشتغلت بقى ده الجانب العلمي، اشتغلت برده كمان على اخدت بقى الدورات والرخص، ده الكلام ده بدري، بدات بدري الحمد لله، اخدت السي على طول، اخدت بعدها البي، تقريبا اصغر مدرب في مصر واخد الايه كابتن محمد اسماعيل كان معايا في الايه برده، كان كل الناس مستغربه ازاي في السن ده، كان عندي تقريبا 32 سنه. تمام. تقريبا اصغر مدرب في مصر واخد الايه. تمام. فالحمد لله وسافرت السعوديه برده اشتغلت شويه، مسكت برضو هناك في البراعم بقى في نادي الشباب ونادي النصر، الحمد لله برضو حققت نجاحات كويسه هناك الحمد لله. انا من النوعيه اللي هي بتحب تشتغل مع اللعيبه، يعني ايه او اللعيبه كويسه، اللعيبه اللي عايزه فعلا ان يكون عندها طموح ان هي توصل لحاجه، فالحمد لله الفرقه كانت معايا واشتغلت وربنا كرمني الحمد لله. بقى ما رجعت من السعوديه اشتغلت شويه، رجعت تاني بيتي برضو بن عبيد اللي انا بدينه بالفضل برضو، اشتغلت برضو فتره لحد ما الحمد لله ربنا كرمني وشغال دلوقتي مدرب عام مع كابتن ابو النيم في نادي مياه الدقهليه. طبعا بشكره لان هو اداني الفرصه ان انا يعني اول خطواتي في الفريق الاول تكون مع كابتن ايهاب في نادي مياه الدقهليه، دلوقتي بقى لنا موسمين الحمد لله
عاملين شغل كويس وعاملين نتائج كويسه الحمد لله يعني بفضل الله. احنا يعني معانا مدير فني كفء ومتميز جدا. هنبدا كده حضرتك يعني بالنسبه للتقييم الفني ليه هنبدا بدايه من الدوري المصري. احنا بنبارك لنادي الاهلي بحصوله على بطوله الدوري، لكن هناك منافسه شرسه جدا بين الزمالك وبيراميدز على المركز الثاني. احنا عارفين ان بعد نهايه الموسم هيتم خصم 3 نقاط اخرى من نادي الزمالك نتيجه انسحابه من مباراه الاهلي والزمالك. النادي الاهلي عنده 79 نقطه والزمالك 61، بيراميدز 54، المقاولون العرب 49. يعني وجهه نظر حضرتك في المنافسه ومين اللي هيقدر يحسم الامور في خلال الاسابيع المتبقيه من عمر الدوري؟ طبعا بدايه بنبارك للنادي الاهلي، والنادي الاهلي في وجوده في الجدول وحصوله على درع الدوري في حته تانية خالص. هنستثنى النادي الاهلي بقى من الجدول، هنلاقي بقيه الجدول المنافسه فيه قويه جدا. لو استثنينا النادي الاهلي طلعناه بره الجدول كده، هنلاقي المنافسه اللي موجوده ما بين الزمالك وبيراميدز والمقاولين العرب منافسه قويه جدا. يمكن حضرتك دلوقتي يعني حضرتك قلت خبر حصري ان فوز المقاولين او تقدمها في اول 55 دقيقه بخمس اهداف على اف سي مصر، فاذا هي عندها الحافز او عندها الدافع ان هي تبقى موجوده وتنافس في المركز الثاني. برضو فريق بيراميدز يعني اللي يمتلك مجموعه ممتازه من اللعيبه واغلبهم لاعبين دوليين، برضو بيحاول برضو الى حد ما ان هو يزاحم، وان كنت ارى ان هو الاقرب لحسم المركز الثاني حسب الخبرات او الاسماء اللي موجوده او الثبات بالمستوى هو نادي الزمالك. الصراع اللي في الهبوط تحت برضو على اشده، وان كان في بعض الفرق بدات تهرب وفي بعض الفرق بدات تقدم. يمكن في مباراه من 48 ساعه كان الزمالك والجونه، الجونه عامل مباراه وند للزمالك على الرغم من 3-3 لعند نهايه المباراه. على الرغم ان الجونه من الفرق برضو المهدده، لما اجي ابص على الجونه على دجله على اسوان على طبعا طنطا واف سي مصر بعده خالص. على الرغم برضو من كده طنطا عامل 90 دقيقه قدام النادي الاهلي على افضل ما يكون طبعا بقياده كابتن رضا عبد العال، قدم مباراه كويسه. اصبحت الفروق مش واضحه ما بين الانديه وما بين المراكز، نتيجه ان خلاص اللي هبط هبط والاهلي حسم البطوله، فاصبح ان الكل بيقدم كوره باريحيه، بيحاول يقدم اللي عنده، اللعيبه بتحاول تعلن عن نفسها، المديرين الفنيين اصبحوا بيشتغلوا يعني في نوع من الهدوء شويه. طبعا استثنى من كده الناس اللي هي تحت في صراع الهبوط، يعني طنطا 18 نقطه، نادي مصر 20، حرس الحدود 30، الجونه 31، وادي دجله 31، بعد كده يعني المصري البورسعيدي 33 والاسماعيلي الاسماعيلي والانتاج الحربي واسوان وطلائع الجيش 34 نقطه. طبعا هو الاستاذ محمد للموقف اللي فيه النادي المصري والنادي الاسماعيلي لا يليق بيهم وبتاريخهم وبتاريخهم في الدوري الممتاز، وانديه قدمت لعيبه للمنتخبات المصريه وللكره المصريه على اعلى مستوى طبعا لا يليق بيهم. وان كانت النتائج تحسنت نسبيا خلال الفتره الاخيره بتولي الكابتن علي ماهر للمصري وتولي كابتن احمد العجوز ثم مستر ريكاردو للاسماعيلي، ولكن برضو النتائج مش على المستوى المرجو او المحبب بالنسبه للجماهير كلا الفريقين. اتوقع ان الاسابيع اللي جايه يبقى فيه استقرار بالنسبه لهم بشكل افضل من كده، وفي تصاعد بالنسبه لمستويات اللعيبه والنتائج، ويكون في مردود افضل من كده للفريقين ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. كابتن محمد شودي، يعني هندخل على المجموعه الاولى في القسم الثاني مباشره. نتائج القسم المجموعه الاولى، مجموعه الصعيد، ده الالومنيوم يهزم على ارضه من امام الالومنيوم 1-3، ديروت وبترول اسيوط 0-0، الفيوم وبني سويف، الفيوم تخسر على ارضها من بني سويف المتصدر 0-1، تليفونات بني سويف والمنيا، تليفونات بني سويف تخسر على ارضها من امام المنيا 1-3، البنك الاهلي يتعادل مع سوهاج 1-1، وطهطا يتعادل مع شبان هنا 1-1. شايف انت في المركز الاول والمركز الثاني والالومنيوم بعدت شويه، يعني المركز الاول 31 نقطه بني سويف 41 نقطه، والبنك الاهلي 39 نقطه. شايف المنافسه يعني اتحسمت في هذه المجموعه بين بني سويف والبنك الاهلي وهناك لسه 3 مباريات؟ والله برضو الألمنيوم برضو مش بعيد، يعني كل شيء وارد في الكورة، يعني فرق برضو ممكن يكون 5 بونت وارد. يعني ما احنا برضو شايفين معانا على الشاشة ترتيب المجموعة الأولى اهوت.
بني سويف والبنك الاهلي تقريبا يعني تبقى المنافسه بينهم هتبقى اكتر، لكن برضو الالومنيوم مش بعيد قوي يعني، وكل شيء وارد في الكوره، ده اللي احنا اتعلمناه. طبعا تحت الدنيا تحت بقت تقريبا سهله خالص، ديروت وطهطا بنسبه كبيره دول برضو. ده لو في هبوط هينزل خمس فرق يا كابتن محمد. والله يا كابتن محمد انا وجهه نظر انا اللائحه هتطبق يعني، لان ده هيخل يعني عدم الهبوط ده هيخل بحاجات كتير جدا. يعني انت حضرتك يا كابتن محمد فريق الموسم يعني متوقف من شهر 2 يستأنف في شهر 10 8 شهور واللعيبه قاعده في البيت. كابتن هي الظروف على الناس كلها. تمام. اصل هو يعني بني سويف والبنك الاهلي مثلا هم اللي يصعدوا ما كانوش بيلعبوا، الناس تاني قاعده. تمام. كل الظروف واحده على الناس كلها، فانا وجهه نظر انا بصراحه انا ضد موضوع الغاء الهبوط بصراحه. كابتن في كل محمد درجات. كابتن محمد اسماعيل وجهه نظرك في بالنسبه للصعود والهبوط. والله هو بدل المسابقه تم الاستئناف. تمام. بقى طبق اللوائح. تمام. بدل انا استأنفت المسابقه أنا. يعني انا كان من وجهه نظر انت استأنفت المسابقه يبقى لازم طبق اللوائح، او كنت جمدت المسابقه وبدات موسم جديد من بدري شويه قدرنا ان احنا نشتغل عليه. تمام. طب بالنسبه لمباريات الاسبوع 20 في مجموعه الصعيد، سوهاج يتقابل مع طهطا، والمنيا مع البنك الاهلي، بني سويف مع تليفونات بني سويف، وبترول اسيوط مع الفيوم، والاعلاميين مع ديروت، والالومنيوم مع شبان انا. شايفين المنافسه؟ البنك الاهلي خارج هيلاعب هيلاعب المنيا في المنيا، والمنيا في صحوه مع كابتن شديد قناوي، وحقق نتائج طيبه خلال الاسابيع الاخيره، وحقق انتصارات وقدر يجمع نقط خلال الاسابيع الاخيره، قدر ان هو يدخل بيها في نص الجدول الى حد ما يعني في المنطقه الدافئه. سوهاج برضو على نفس النهج، قدر ان هو الاسابيع الاخيره ان هو يحقق مجموعه من النقاط كويسه. الالومنيوم طبعا تحيه للكابتن ياسر الكناني، وفوزه خارج ملعبه على الاعلاميين بثلاث اهداف مقابل هدف، قدر ان هو يدخل في المنافسه بعد تعثره وتعادله المباراه اللي كانت قبلها. تمام. طيب لقاء بني سويف مع تليفونات بني سويف. بني سويف مع دي ديربي يعني، ماتش صعب جدا، ديربي واللقاء اشقاء، بس بني سويف في التوقيت اللي احنا فيه ده، بني سويف بعد الماتش ده رايح البنك الاهلي. تمام. بعد الماتش ده رايح للبنك الاهلي، فما يعني ما قدموش الا ان هو يحقق ثلاث نقاط تحسبا ان لاي تعادل او فقد للنقاط في مباراه الاهلي البنك الاهلي، فاعتقد ان المباراه دي بالنسبه لبني سويف هتبقى من اهم المباريات بالنسبه له، لان لو قدر يحقق الفوز على تليفونات بني سويف ويعمل نتيجه تعادل مع البنك في البنك هيبقى هو الاقرب للصعود. تعادل بني سويف في المباراه دي وتعادل المنيا مع البنك الاهلي يقرب الالومنيوم، خصوصا ان الاسبوع اللي بعده البنك الاهلي هيصطدم ببني سويف، ويبقى الالومنيوم الظروف بالنسبه له احسن، فاعتقد برضو ان الالومنيوم مش بعيد عن المنافسه خلال المباراه. تمام. هو بني سويف بيقودها الكابتن حسن موسى، والبنك الاهلي كابتن عيد مرزيق، والالومنيوم كابتن ياسر الكناني، والثلاث فرق والثلاث مدربين فنيين عاملين موسم ولا اروع الصراحه. تمام. كابتن محمد شودي، المجموعه الثانيه مجموعه القاهره، نتائج المجموعه: القناه بيتعادل مع النصر 0-0، الترسانه بيتعادل مع الزرقاء 1-1، كوكا كولا بيتعادل مع بتروجيت 1-1، ومنتخب السويس يتعادل مع سيراميكا كليوباترا 0-0، والنجوم تخسر على ارضها امام الداخليه 1-2، والمريخ يفوز على جمهوريه شبين 1-0. منافسه يعني منافسه شرسه فعلا، سيراميكا كليوباترا والداخليه وبتروجيت قريبين جدا من بعض. بتروجيت برضو يعني تعادلها اثر عليها في تعادلها المباراه دي اثر عليها طبعا، بس هي بتلعب كوكا كولا برضو، برضو منافس مش سهل شويه. الداخليه في صحوه بقى لها فتره بتحاول ان هي تصعد فترجع تاني دور الممتاز والاضواء، لكن للاسف ناديين عريقين الترسانه والزرقاء تعادلهم تقريبا يعني ياخدوا ايديهم في ايديهم بعض كده ونزلوا. تمام. فناديين برضو فعلا نحزن عليهم ان هم سيراميكا الكابتن هيثم شعبان، والداخليه الكابتن علاء عبد العال، وبتروجيت الكابتن هشام زكريا، هم القدوة الفنيه اللي الداخليه كابتن هشام زكريا والبتروجيت الكابتن علاء عبد العال. تمام. مباريات يا كابتن محمد اسماعيل، مباريات الاسبوع ال20: الداخليه تقابل مع المريخ، وسيراميكا مع النجوم، بتروجيت مع منتخب السويس، والزرقاء مع كوكاكولا، والقناه مع الترسانه، والنصر مع جمهوريه شبين. طبعا المباريات كلها صعبه بالنسبه لكل الفرق، وخصوصا ان باقي ثلاث اسابيع بس. اللي المنافسه بالنسبه لسيراميكا، يمكن سيراميكا كان ماشي طوال الدور الاولاني بنتائج كويسه جدا، يمكن في الدور الثاني بدات الامور يعني ما فيها، يعني فيها اغلب مبارياته فيها تعادلات،
وفقد العديد من النقاط، ادى الفرصه ان لبتروجيت والداخليه ان هم يطمعوا ان هم يقربوا. انا شايف ان الداخليه قريب جدا من سيراميكا، وبتروجيت بينافس وبيطرد من بعيد، لكن برضو زي ما قال الكابتن محمد الجزئيه المهمه اللي هي هبوط او التهديد بالهبوط بالنسبه للفرق الجماهيريه والفرق اللي كانت ليها باع في الدوري الممتاز به. طب الدوري الممتاز الترسانة اللي هي الدوري حصل على الدوري الممتاز، انا هتكلم على الزرقاء الاول تمام. يعني تواجد ليها، وبرده كوكاكولا مهدد، والترسانة والمريخ كانوا موجودين قبل كده في الدوري الممتاز في بعض المواسم تمام. فبرده في فرق، وجمهورية شبين برده من الفرق اللي هي المهدده، على الرغم ان في بعض الفرق منها اشتغلت بشكل كويس وعامله اعداد بشكل كويس وجايبه مجموعه لعيبه كويسه. يعني لما نيجي نبص على فرقه زي جمهوريه شبين ديت عندها مجموعه لعيبه ممتازه جدا. المريخ حقق الانتصار اللي فات، يمكن انا كنت اتفرجت على لقطات من الماتش وكده، عنده مجموعه لعيبه هايله جدا. لو القناه يا كابتن محمد، القناه عامل فريق دوري ممتاز، هو القناه وبيدي مقدمات وبيدي عقود هناك كان اللاعب بيلعب دوري ممتاز. هي علامات استفهام بالنسبه للقناه عند مجلس الاداره تمام. في علامات استفهام كبيره عند مجلس الاداره في مش عارف بقى هي الامور الاداريه الامور التنظيميه، لكن فرقه القناه بامكانياتها بالدعم المادي بالضخ اللي هم بيعملوه ده الشغل ده بيتعمل في الدوري الممتاز، مش الوضع اللائق او الوضع المناسب بالنسبه لفرقه كبيره ليها تاريخ في الدوري الممتاز وباع في الدرجه الاولى زي نادي القناه تمام. كابتن محمد شودي، ندخل بقى على المجموعه المحببه ليك تمام. مجموعه بحري واسكندريه، الاولمبي يتعادل مع المنصوره 1-1، ماليه كفر الزيات يحقق اول فوز له هذا الموسم على بيل 4-2، الحمام يفوز على بلديه المحله 2-1، غزل المحله يفوز على الاولمبي 1-0، وادي كيرنس بعد فوزه في الشوط الاول 2-0 الرجاء يتعادل 2-2، وفرقه يحقق الفوز على دمنهور 2-1. بصراحه المجموعه دي صعبه جدا، احنا تمام. يعني عندنا طبعا كنا يعني المنصوره، للاسف المنصوره طبعا نتكلم عن المنصوره، للاسف هي بدايتها اللي اثرت معاها تمام. المنصوره لو كانت بدات هي مع كابتن ياسر ابو واحد عامله شغل كويس في الفتره الاخيره، ممكن الماتشين الاخر برضو بعد عوده الدوري كان نتائج برضو خسرت على ارضها تمام، وتعادلت. فطبعا النتائج الماتشين دول اثروا معاهم كتير تمام. خسرت من فاركو وتعادلت خسرت من فاركو على ارضها يعني تمام. حتى فاركو كان بينافسها، كان واجب ان انا يعني ان انا كنت لازم افوز في المباراه ديت، لكن طبعا هي المنافسه يعني شكلها اتحسمت. غزل المحله 38 المحله وفاركو بنسبه كبيره، كابتن خالد عيد وفاركو بكادت الدكتور احمد عاشور كل منهما 38 نقطه والله. ثم بياتي من بعيد يعني بعد بعيد ما كان متصدر الجدول من بدايه الموسم فريق دمنهور بقياده كابتن كمال فريد 33 نقطه، والمنصوره 31 نقطه بقياده الكابتن ياسر عبد الواحد، ثم دي كيرنس 30 نقطة بقيادة الكابتن مصطفى عبد. هو طبعا يا كابتن محمد هم الفرقتين اللي تحت اللي هي بيل وميلاد كفر الزيات هم تقريبا بنسبة كبيرة برضو هم يعني هم مهددين بالهبوط، من بعدهم من فوقهم بقى وانت طالع كده لحد المركز الرابع كله شكل بعضه، كله قريب من بعضه تمام. يعني برضو المجموعة دي صعبة جدا في نتائجها وفي ترتيبها، لكن طبعا دي كيرنس برضو خسرت يعتبر بنطين مهمين على أرضها كانوا متقدمين 2-0. انا وجهه نظر انا يعني المجموعه دي صعبه جدا جدا، بس فعلا هي في النهايه اتحسمت بين غزل المحله وفاركو تمام. ربنا يكرم ان شاء الله ويوفق الفرق كلها ان شاء الله ربنا يكرم. كابتن محمد اسماعيل، المباريات الاسبوع ال20 ان شاء الله، الرجاء مع فاركو مباراه قويه جدا، وابو قير الاسمده مع كيرنس مباراه قويه، بلديه المحله مع غزل المحله، المجموعه صعبه صعبة جدا، ماتش يعني من العيار الثقيل، ديربي بيلا مع الحمام، والاولمبي مع عمليه كفر الزيات، والمنصوره مع دمنهور. مباريات كلها ضرب نار، المجموعة كلها صعبة. المباريات يعني اغلبها قوية، ولكن المباريات ديت اللي قد تعيد دمنهور للصورة تمام. المباريات دي كانت تعيد دمنهور للصورة. بلدية المحلة نادي ليه تاريخ كبير وبيصارع في الهبوط في الأسابيع ديت، قد تكون المباراة بلدية المحلة والغزل، وإن كان الغزل أقرب للصعود للدوري الممتاز،
ولكن كانت تكون نتائجها غير متوقعه على المباراه دي بالاخص. تمام. مباراه فاركو برضو، فاركو مع دمنهور صح؟ تمام. فاركو مع دمنهور ممكن تعيد دمنهور تاني، تقرب دمنهور ممكن اكتر من فرقه تخص. هناك لسه ثلاث مباريات متبقيه ما حدش يعرف ايه اللي هيحصل بس فيهم. اللي انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، هيبقى في مفاجاه في الهبوط بالنسبه للمجموعه دي ان شاء الله. هيبقى في مفاجاه في الخير. تمام. نستاذن حضرتك ونطلع اعزائي المشاهدين فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. حبيبي طبعا كابتن احمد، يعني بقول يعني تاني وتالت، الناس دمنهور اسم كبير وكيان كبير جدا، من الانديه المحببه للقلب طبعا، ومن الانديه الجماهيريه والشعبيه، وحزين جدا الوضع طبعا في مسابقه الدوري ومركزه لا يليق به تماما. يعني الحمد لله يعني الامور مستقره بقى لنا اسبوعين بادئين، والامور فيها استقرار وفي تحسن من يوم ليوم. ان شاء الله بنكمل الموسم اللي فات ثلاث مباريات بنسعى فيهم مجاهدين ان احنا نرجع اسم دمنهور الوضع الطبيعي تاني. الرساله بتوجهها للجنه، حبيت اقول لهم ايه؟ يعني انا بقول لاي حد يقدر، يعني نادي دمياط اسم كبير والناس محترمه، وان شاء الله لازم يقدروا اسم دمياط ولازم يقفوا ويساندوا من الكيان، بحيث الموضوع مش سهل. صعب جدا ان نادي دمياط تتحط في الموقف ده، بالجهود والتعاون ولم الشمل بين جميع الاطراف كلها ان شاء الله نقدر الهدف بتاعنا، وهو الثلاث ماتشات اللي جايين. وشايف يعني الكابتن عبد اللطيف مجتهد جدا جدا، وعمال بصراحه عامل عليه ويزد شويه، والكابتن فريد والدكتور امجد والكابتن هشام مزوم، الناس كلها يعني متكاتفه مع بعضها، وربنا يسهل ان شاء الله نعدي الثلاث ماتشات دول على خير. وشايف الفرقه برضو فيها عناصر كويسه جدا جدا، مش بطاله يعني، وربنا يكرم ان شاء الله. اهم حاجه بس النتائج في الثلاث ماتشات دول هيدونا دافع بقى للموسم الجديد، ان شاء الله نعمل فرقه كويسه بتليق باسم دمياط، لان دمياط نادي كبير واسم كبير ومش مكانه كويسه، ونعمل الثلاث ماتشات كويسين جدا، نفرح الجمهور بتاعنا الكبير اللي ورانا، ونفرح المجلس الاداره اللي موجود اللي بيقود النادي حاليا، وربنا يوفق ان شاء الله. رساله للقيادات الدمياطيه، تحب تقول لهم ايه؟ انا بقول لهم ان لازم الناس كلها تتكاتف وتقف جنب نادي دمياط، مش دي المكانة بتاعت نادي دمياط اللي بقى في الدرجة الثالثة. عايزين الناس تساهم وتقف جنب الفريق، جنب الفريق، وينبذوا الخلافات على جنب، وكله يعمل لمصلحة النادي. وإن شاء الله إن شاء الله نوعدكم إن شاء الله للفرقة إن شاء الله تعمل إنجاز كويس، ونجيب لعيبة كويسة، وننافس إن شاء الله على الصعود السنة الجاية، ونفرح الجمهور بتاعنا كله، لأن دي مش المكانة بتاعت نادي دمياط اللي يبقى في الدرجة الثالثة. فبرضه من الناس كلها اللي هي تتكاتف مع مجلس الاداره الموجود، سواء مجلس الاداره الموجود حاليا او اذا كان فيه انتخابات ويجي مجلس جديد، الناس تقف في ظهر الناس، المشجع مشجع، المجلس الاداره مجلس اداره، يعني كل واحد يلتزم بالشغل بتاعه، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى جايز رايد نادي دمياط خير في المستقبل، ربنا يسهل. رجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين الكرام، وبنشكر مراسلنا في دمياط الزميل المعلق الرياضي احمد مجاهد على هذا التقرير حول استعدادات نادي دمياط لاستئناف مسابقه القسم الثالث. حضراتكم زي ما انتم متابعين معانا، القسم الثاني لعبنا فيه مبارياتين، القسم الثالث ان شاء الله هتجرى المسابقه وتستأنف المسابقه 10 اكتوبر الجاري القادم ان شاء الله. وبالنسبه للقسم الرابع دوري الترقي هتبدا اول اكتوبر، ده بالنسبه للخريطه اللي وضعها الاتحاد المصري لكره القدم لاستئناف كل البطولات. ندخل يا كابتن محمد سريعا كده، احنا يعني خدنا كده في عجله سريعه القسم الثاني، وعرفنا المنافسه في كل مجموعه، وعرفنا ترتيب المجموعه، وعرفنا مباريات الاسبوع ال20 القادمه ان شاء الله. هندخل على القسم الثالث ان شاء الله. ما عندنا في المجموعه الاولى منافسة شرسة جدا بين كيما أسوان 44 نقطة، النصر التعدين 43 نقطة، مركز شباب الزهراء 43، ومركز شباب إدفو 39 نقطة، ولسه متبقي مباراتين فقط في هذه المجموعة. طبعا الفرق البونت ده في الأسابيع الأخيرة وخصوصا إن باقي مباراتين هيبقى فيه صعوبات كبيرة جدا بالنسبة لكل الفرق ديت، وان كان كيما اسوان المتصدر يمكن هو اللي ليه باع او ليه خبرات في الوصول، يمكن السلفات كان موجود في دوره الترقي بالنسبه للصعود للممتاز به،
اعتقد ان ممكن في الاسبوعين اللي جايين دول يبقى فيه تغيير بالنسبه للترتيب وكده، ولكن الفريق اللي هيبقى استعد كويس فيما بعد الكورونا ان شاء الله باذن الله يقدر يحصل بطاقه الصعود. تمام، احنا عندنا في اربع فرق يعني ضمنوا وكابتن محمد الصعود، يعني في المجموعه الثانيه فريق قنا، وايضا في المجموعه الثالثه اسمنت اسيوط، المجموعه الثامنه فريق كفر الشيخ، والمجموعه التاسعه فريق بني عبيد. اربع فرق ضمنت الصعود من دوري القسم الثالث ل 12 مجموعه للقسم الثاني. بعد كده عندنا في المجموعه الثالثه احنا قلنا حضرتك ان هي صعد فيها اسمنت اسيوط، المجموعه الرابعه في منافسه شرسه جدا بين عاملين غارب 43 نقطه ومركز شباب الواسطه 39 نقطه. طبعا المنافسه برضو قريبه جدا، ما اكيد لسه ماتشين، طبعا فرق 3 بونت، طبعا وارد ان الدنيا تتغير في لحظه، ماتش الدنيا سهله فيه ان هي ممكن تقلب الموازين كلها، ف لا ما برضو الموضوع الصعود لسه ما اتضمنش لاي حد في الفريقين طبعا. طب حتى لو كان المتصدر برضو. نستاذن حضرتك معانا مداخله هاتفيه من الكابتن نجم نادي الزمالك وغزل المحله والمدير الفني الحالي لفريق دمياط، كابتن عبد اللطيف الدوماني. منورنا يا كابتن. يا كابتن محمد ازي حضرتك؟ طبعا برحب بيك وحيل طبعا الكابتن محمد اسماعيل، ووحشني جدا كل سنه طيب، والكابتن محمد شهري ربنا يوفقه في الجاي ان شاء الله. حبيبي يا كابتن، كل سنه طيب يا كابتن وبالتوفيق ان شاء الله حبيبي. بالتوفيق يا كابتن دوماني، بالتوفيق يا كابتن. كابتن دوماني احنا عارفين ان انت يعني مسكت فريق دمياط في ظروف صعبه جدا بعد يعني إقالة لمجلس الإدارة وتعيين لجنة من الشباب والرياضة لدمياط لإدارة الكرة في نادي دمياط. شايف حضرتك بالنسبة للمباريات المتبقية من هذا الموسم فريق دمياط وآخر استعدادات فرقة دمياط لاستئناف مسابقة القسم الثالث؟ لا طبعا انا مش هتكلم في الشق الاداري، وطبعا في يعني في مشاكل موجوده وفي محاكم وفي قواضي ما اقدرش انا اتكلم فيها واحكم، القانون طبعا بياخد مجراه. تمام، ولكن اتمنى لم الشمل بين الحاج محمد ابو جنبه طبعا رئيس النادي، وبين الاستاذ محمود ابو زهره الراجل المحترم طبعا وكيل وزاره الشباب والرياضه، لان في الاخر لو ما فيش استقرار زي ما انا قلت قبل كده مش هيبقى فيه نتائج، ودمياط اسم كبير، واي مشاكل اي حاجه ما فيش فيها استقرار بتهدم طبعا فريق الكوره بشكل عام. طبعا الامور صعبه خد بالك، وانا موجود المباريات اللي هي بكمل المباريات اللي فاتت دي، اتمنى ان شاء الله يبقى في الامور تبقى افضل من كده وفيها تحسن، لان لو فضلنا بالامور دي كده الامور هتبقى صعبه قوي عليا وعلى اللعيبه وعلى الاجهزه وعلى الجمهور، فاتمنى من خلال برنامجك المحترم ده ان الامور تستقر والامور ترجع لوضعها الطبيعي. الثلاث مباريات ما لهمش قيمه، يعني ثلاث مباريات للفرقه اللي هتصعد. تمام، ولا هتنزل. والاهم من الثلاث مباريات ان شكل الفريق الموسم الجديد ايه؟ دمياط بقى باسمه وتاريخه وعراقته هيكون ايه بعد كده؟ هو ده المهم والاهم يعني. يعني احنا بنعرف الساده المشاهدين يا كابتن دوماني ان انت صعدت بفريق دمياط الموسم قبل الماضي من دوري القسم الثالث الى الممتاز به. تمام يا كابتن. تمام، اتمنى يا كابتن والله، لكن انا اتمنى الاستقرار لان الامور مش مستقره، وطبعا كابتن محمد موجود وكابتن محمد عندك، يعني اكيد اي مدرب بيلاقي الامور مش مستقره بيبقى في تذبذب في كل شيء، في قرارات، في اختيارات، في تعاقدات، في كل شيء، في الاخر مش هيبقى في نجاح خالص يعني. فانا من وجهه نظري يلموا الشمل لان دمياط اسم كبير، واللي بيحصل ده طبعا مش في صالح نادي دمياط ولا عراقته ولا الكيان نفسه يعني. اتمنى تاني وثالث الامور يبقى في ناس تلم الشمل بين كل المنظومه اللي في نادي دمياط، من مجلس اداره لمدير شباب الرياضه لوزاره لمحافظه لاشياء كثيره جدا، لان في الاخر هيبقى الضحيه هو فريق الكوره في الاخر. طيب كابتن محمد اسماعيل عاوز يوجه لك سؤال يا كابتن دوماني. كابتن حبيبي كل سنه طيب يا كابتن. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخليك ان شاء الله موفق الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. ربنا يخليك يا محترم. ويمكن انا كنت بتكلم مع الكابتن محمد قبل ما نطلع هوا، كنت بقول له الموسم ده هيبقى موسم استثنائي بالنسبه لك،
خصوصا انت الفتره الاربع خمس مواسم اللي فات مصعد يمكن ثلاث او اربع فرق الممتاز، فموسم الكورونا ده هنستثناه بالنسبه لك، يبقى انت ما صعدتش حد في الكورونا بقى. ربنا يخليك يا كابتن. وكان بينافس، كان ماسك المدير الفني لفريق النبارو، وكان بينافس فريق بني عبيد للصعود لعند اخر الاسابيع الاخيره يعني. متعودين منه يصعد مش ينافس. تمام. احنا متعودين منه يصعد. انت كابتن مدرب كبير ومحترم وكلنا بنتعلم منك كابتن محمد، وطبعا انت اضافه لاي مكان، وكفايه انك مدرب وانسان على خلق قبل اي حاجه يعني. بتمنى لك التوفيق انت وكابتن محمد شهدي وكابتن عبد النبي، كل ما شاء الله البرنامج بتاعه في تزايد مستمر يعني. فاتمنى من خلال برنامجكم الجميل لان دمياط اسم كبير ياخد من وقتكم فتره كده او وقت دلوقتي تتكلموا عليه، واتمنى كابتن محمد يقوم بمبادره بلم الشمل بحيث ان شاء الله يرجع دمياط تاني الوضع الطبيعي باذن الله. ان شاء الله يا كابتن، وكل التوفيق لحضرتك وكل التوفيق لنادي دمياط ان شاء الله. شكرا كابتن عبد اللطيف الدوماني المدير الفني لفريق دمياط. كابتن شودي، يعني نرجع سريعا كده للمجموعه الخامسه، منافسه شرسه بين شرقيه للدخان 59 نقطه والمصريه للاتصالات 56 نقطه ومتبقي ثلاث مباريات. طبعا اسمين كبار والفرقتين لعبوا دوري ممتاز قبل كده، فطبعا طموح اي فرقه فيهم ان هم حتى يصعدوا ممتاز به يعني، حتى وضعهم لا يليق ان هم يكونوا في الدرجه الثالثه او في القسم الثالث. فطبعا المنافسه صعبه، ثلاث مباريات في فرق ثلاثه بونت، وارد ان اي حد يصعد فيهم يعني. اتمنى لهم التوفيق والمباريات الجايه يعني. اسمين كبار فعلا، الواحد يعني حزين ان هم وجودهم حتى في القسم الثالث. كبيره ومعاهم ومعاهم اثنين مدربين على اعلى مستوى، كابتن علاء كابتن محمد اسماعيل. ندخل على المجموعه السادسه، على السكه الحديد 50 نقطه، البلاسك 45، مصري التامين 44، والعبور 42 نقطه. طبعا العبور جه من متبقي ثلاث مباريات. العبور جه من بعيد قوي مع الدكتور عطيه السيد، ويمكن البلاستيك كان الامور اهتزت في البدايه شويه، ويمكن بدات الامور تتعدل مع بعد عوده الكابتن يعني. الكابتن تامر عبد الخالق كان استقال وبعد كده رجع تاني، الامور اتظبطت بشكل كبير جدا وقدرت الامور تتظبط. كابتن عمرو عبده مع التامين برده ماشي بخطه ثابته من بدايه الموسم، ولكن تحيه وتقدير للكابتن جمعه مشهور اللي تولى المسؤوليه لنادي السكه الحديد، ويمكن يعني اول قياده فنيه بالنسبه له ان هو يقدر ان هو يكون متصدر من الاسابيع الاولى تقريبا للمسابقه لحد دلوقتي. فتحيه للكابتن جمعه مشهور، المنافسه قويه جدا، وانا يمكن بعتبر ان المجموعه دي واحده من اهم واقوى المجاميع في الدرجه الثالثه، فيها انديه كبيره قوي لعبت في الممتاز بيه ولعبت صحيح. في الدرجه الاولى، وفيها بعض الانديه اللي لعبت في الدوري الممتاز يعني. لما نيجي نتكلم على البلاستيك، نتكلم عن مصر للتامين، نتكلم على السكه الحديد، نادي العبور الحديث، ولكن هو ما شاء الله برضو ماشي بخطه ثابته. ويمكن النتائج برضو تحيه للكابتن الدكتور عطيه السيد ان هو قدر ان هو يحقق. طيب كلمه اخيره كابتن شهدي في نهايه هذه الحلقه، عشان وقتنا يعني الوقت مع الناس الكويسين بينتهي سريعا كده على طول، عشان مخرجنا يعني كلمه اخيره من حضرتك. والله احنا نتمنى التوفيق طبعا الكره المصريه كلها، الانديه الجماهيريه بالاخص، انا دايما مايل للانديه الجماهيريه، اتمنى لها طبعا كل التوفيق. اتمنى التوفيق لحضرتك ولاسره البرنامج كلها ان شاء الله. شكرا كابتن محمد. بنشكر في نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين كابتن محمد اسماعيل المدير الفني لنادي ابها السعودي، وايضا المدير الفني لنادي الشرقيه والزرقاء وعلى عديد من الانديه، وايضا بنشكر الكابتن محمد شودي المدرب العام لفريق مياه الدقاليه. في نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين الكرام، يعني الوقت عدى بسرعه، وبنشكركم وبنشكر يعني معد الجداول استاذنا الصحفي الهمام الاستاذ جمال عقل، وايضا الزميل حسن ضاحي، وبنشكر رئيس التحرير مارينا جمال، وبنشكر مخرجنا الجميل محمد الكيلاني، بنشكر كل قصه العمل في قناه الصحه والجمال وكره البلد في كل بيت في البلد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.